انا ماليش دعوه يا طماطم، انا عاوزه اسقي الزرع بقى. ما انت هتسقيه يا دودة، انا هسقي الشجره الكبيره وانت الصغيره. لا يا طماطم، مش كل مره تقولي لي كده، انا اللي هسقي الشجره الكبيره المره دي. حرام عليك يا دودة، ما تبقيش انانيه. لا انت كده اللي انانيه يا طماطم. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي لو سمحتوا يا بنات، لو سمحتوا. ايوه يا طنط، في ايه بتعيطي ليه كده؟ لو سمحتوا، لو سمحتوا. ايوه يا طنط بتعيطي ليه؟ ما تعرفوش هنا حد دكتور هنا اكشف على ابني؟ دكتور؟ لا انا متهيألي النهارده اجازه ومفيش دكاتره النهارده فاتحه. هو ماله ماله يا طنط؟ ده سخن قوي مولع يا بنات، ما تعرفوش اي دكتور هنا؟ مامتكم لما بتكشف عليكم بتكشف عليكم فين؟ عند التيمور، الدكتور تيمور، بس هو مش موجود دلوقتي. اروح فين بس يا ربي؟ يا حبيبي يا ابني، ده انت مولع يا عمري. يا حرام يا دودة، ابنها تعبان قوي يا عيني. سهلت عليا قوي يا طماطم. الحق دي موقعه حاجه هناك اهي يا دودة. يا خبر، دي محفظتها يا دودة، شوفي. نسيتها يا عيني. يا حرام، كانت زعلانه وبتعيط. تعالي ننده لماما ونقول لها بسرعه. تعالي يا ماما بسرعه، تعالي. طنط طنط بتعيط عشان ابنها تعبان ووقعت المحفظه. يا فين دي يا بنات؟ يا خبر ابيض يا بنات، ده المحفظه ما فيهاش غير فلوس بس، ما معهاش بطاقه ولا اي اثبات شخصيه. لا احنا لازم نلحقها قبل ما تبعد عننا بسرعه. هي دخلت من الشارع ده يا ماما، ممكن نلحقها بسرعه. طب يلا يلا نروح وراها على طول. يا مدام. يا مدام، انت يا مدام اللي ماشيه بتعيطي انت. ايوه ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. انا مدام منى، مامه طمطم ودودة. البنات قالوا لي ان انت كنت مره من قدام البيت ووقعت منك المحفظه بتاعتك. يا خبر، المحفظه وقعت كمان، اصل ابني تعبان قوي وسخن ومش لاقي دكتور خالص. معقول الكلام ده؟ ابنك مولع فعلا خالص، باين على وشه قوي. تعالي وانا هساعدك وهجيب لك الدكتور لحد البيت كمان. بجد متشكره ليك قوي. طبعا، امال ايه. ها يا دكتور، طمنا ارجوك. طمني يا دكتور، انا قلقان عليه قوي. الحمد لله انك جبتيه دلوقتي، ده ربنا ستر، الولد كان ممكن يحصل له حمى بسبب السخونيه. اي حرام. يا حبيبي يا ابني، طب طمني يا دكتور، حرارته هتنزل؟ طبعا طبعا هتنزل، بس اديله وقته. انت هتديله دش دلوقتي، ودش يكون مياه دافيه، ما تكونش ساقعه قوي ولا سخنه قوي، وانا هكتب له علاج وهيبقى زي الفل، ما تقلقيش خالص. هو اللوز ملتهبه عنده شويه وهي اللي سببت له السخونيه دي. الف سلامه، الف سلامه عليك يا حبيبي، متشكره قوي يا دكتور. العفو العفو يا فندم، انا ما عملتش حاجه، انا في الخدمه يا مدام منى، مش عايزين اي حاجه ثانيه. الف شكر ليك يا دكتور، الف شكر، انت انقذتنا فعلا النهارده. ربنا يسلمكم يا فندم، سلام عليكم. شكرا لحضرتك قوي يا مدام منى، مش عارفه اشكرك ازاي. لا لا، شكرا على وقتك يا حبيبتي، انت نفذي كلام الدكتور بالحرف الواحد، ولازم تديله شغل دش اول ما تروحي. طبعا طبعا، متشكره ليكي قوي، متشكره كمان على امانتك وانك رجعتي لي المحفظه. لا شكرا على واجب يا روحي، احنا اخوات. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناه. طبعا، وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول، ويضغط على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي, باي, باي.